مساء الخير. لاحظنا الأمطار والثلوج التي هطلت بحمد الله نهار الأحد كما توقع طقس العرب. كانت الثلوج عموما غير مؤثرة عدا في بعض المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية. تزايد طفيف وتدريجي خلال على حدة الثلوج ليلة الأحد الاثنين وصباح الاثنين، لكن متوقع أن تكون الثلوج أكبر وأكثر شمولية خاصة في المدن الأردنية مع ساعات نهار الثلاثاء بمشيئة الله. درجات الحرارة الصغرى متوقع أن تكون متدنية بشكل لافت ليلة الثلاثاء على الأربعاء والأربعاء الخميس، بحيث تقل عن 5 درجات مئوية تحت الصفر مع حالة شديدة من الانجماد، في حين تكون خلال الليلتين القادمتين بحدود الصفر المئوي. تابعونا.